حبايبي حلوين، أوريكم اللعبة الجديدة بتاعتي والمفيدة. تعالى بقى نشوفها مع بعض. يلا نشوفها اللعبة الجميلة بتاعت عبد الله المفيدة الجميلة دي. لعبة حلوة قوي قوي ومفيدة وجميلة خالص، أحسن من الكمبيوتر والحاجات اللي بتضيع نظرنا وعينينا وتخلينا مش بنعرف نركز في المدرسة. دي الألعاب دي بقى جميلة تخلينا نعرف نركز في الدراسة وتخلينا نعرف نفهم حاجات كتير ونعرف نتصرف في حاجات كتير. ماشي، دي المرحلة. اللعبة دي جميلة قوي، بتيجي على NBC1 في بيلعبوها، جميلة خالص وتحفة يعني، لعبة جميلة لها كذا مرحلة. بصوا دي فيها 40 مرحلة، من المرحلة الأولى في هنا المراحل بقى بتاعتها، الكروت دي تبقى ايه المراحل بتاعتها من المرحلة الأولى للمرحلة الأربعين، كلهم موجودين اهو. يعني حاجة جميلة خالص. وبصوا بقى العربيات بتاعتها، بسم الله الرحمن الرحيم، دي العربيات بتاعتها بتشال بقى ايه، بيتشال بقى من هنا في المرحلة الأولى أربع عربيات بس، اللي هي العربية اللبني ماشي، والموف نشيله الزيادة بقى، نشيله الزيادة، خلوا الموف واللبني والأصفر ماشي، نشيله بقى العربيات الزيادة، وبعد كده ايه نجمع، نخلي العربية اللي هي، خلي العربية دي بقى تدخل في الجراج بتاعها. بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف بقى هندخلها ازاي في الجراج كده ماشي. والأورانج هي دي، الليمونية اهي برضو مش كده. احنا عايزين بقى ايه، دي اللعبة بقى بتتلعب كده، شوفوا بقى ايه هنعرفوا بقى نعملها ازاي. دي مراحل، دي المراحل بقى بتاعتها، بتخلي بقى الطفل بقى يفكر يدخل اللعبة الجراج ازاي، وبتبقى جميلة جدا ومسلية، وتخليه يسهى عن الكمبيوتر وعن التليفون وعن الألعاب اللي هي المؤذية. بتبقى لعبة مفيدة وجميلة، والألعاب دي يعني بتبقى أحسن من الألعاب التانية اللي هي بتتكسر وبتتبهدل وخلاص على الفاضي يعني ماشي. إن شاء الله أتمنى إن شاء الله تعجبكم الألعاب دي، وتجيبوها لأولادكم وتفيدهم أحسن من الألعاب التانية، وتخليهم يعني فيدهم في الدراسة وتنملهم ذكائهم، يعني حاجات جميلة ومفيدة جدا ماشي. أتمنى إن شاء الله الفيديوهات تعجبكم. باي أصحابي.